هل هناك خلط عند الحركات الإسلامية في طرحها لمشروعها السياسي بين المأمول والممكن يعني يتكلمون عن المأمول ثم يتكلمون عن الممكن ويؤسسون على الممكن أليس من العبث ومن الخطأ الكلام عن المأمول أملنا أن نحقق خلافة تجمع المسلمين ألا يذعرون الناس ويخيفون الناس حول هذا الطرح المرد الأمر إلى أص وأس المشكلة في هذه القضية هو المزايدات ماراثون المزايدات ماراثون المزايدات بين الجماعات الإسلامية طبعا لا شك أن شعار الخلافة وإقامة الشريعة و يعني أمجاد الفتوحات الإسلامية ودغدغة عواطف الشعوب الإسلامية بهذه شعارات يهيج عواطفها ويوقظ فيها جذوه العزه والكرامه التي تتشوق اليها وتجد في هذا الخطاب الحركات الاسلاميه قدره على تحشيد الشباب الاسلامي في صفوفها فهذه الارصده العاطفيه المخزونه في تاريخ الامه يساء استعمالها في تبديد طاقات الشباب نحو أهداف قد تبدو للوهلة الأولى محبذة إلى قلوب الشباب المسلم ولكنها في الغالب تنتهي بمأساة وبفشل تجربة جهادية في ساحة من الساحات الإسلامية فمرد هذا الأمر أولا إلى هذه المزايدات والحظوظ النفس يعني الذي يريد أن يحشد الشباب في جماعته يريد أن يقول لهم أنا انظروا إلى أهدافي وإلى ما أطمح إليه وإلى عظمي نعم. الشعارات التي أحملها وانظروا إلى ذلك السقف المتدني عند الجماعة الأخرى نعم. وفي النهاية لا يتحقق شيء وهذا فتشتغل, يعني. فتشتغل الجماعة الإسلامية في التصارع بدل التكامل م. يصبح خصومها خصمها القريب هو التيار الإسلامي الآخر آه. فخصومة التيارات الإسلامية فيما بينها هي خصومات حقيقية على الموارد مه. وليست خصومة آه على وخصومتها ليست كخصومة الأعداء مه. فنحن والأعداء والنظام لا نتنافس على الموارد مه. مه. ما المقصود بالموارد؟ الموارد البشرية الموارد الأنصار والأتباع نعم الموارد البشرية آه. أقصد. آه. فلذلك الساحة مه. مشحونة الساحه الاسلاميه بين التيارات الاسلاميه بسبب التنافس على استقطاب هؤلاء الشباب نعم. الصادقين وإلحاقهم بمعسكرات هذه الجماعات حتى تتقوى بهم حتى تمتد نعم. هذه الجماعات افقيا وعموديا على هذا الخطاب العاطفي الذي في غالب الاحوال تغيب عنه الحنكه السياسيه والعقلانيه نعم. لا بد لأي مركبة أن تسير من الطاقة الحيوية التي تحرك المحركات وتدفع العجلات ولا بد من العقل الذي يمسك بالمقود ويتحكم بمسيرها ومسارها وسرعتها وتعرجاتها ومطباتها حتى لا يودي بهذه الراحلة أو بهذه المركبة الى الهاويه او الى ان يلتطم بالجدار او يقع في الوادي السحيق فيفني المركبه ومن فيها وينتهي سيرها بفشل ذريع